التنوع، أقول لك أنه يجب أيضا أن السلطة على الجانب الآخر للنهر تكون مدركة جيدا لإيه هي وظيفة الإعلام. وظيفة الإعلام ووظيفة الصحافة ليست التبرير للقرار السياسي، ولكنها التنبيه لمخاطر القرار السياسي. من حقنا أن نقول للدولة هنا أنت على صواب وهنا أنت على خطأ، وأن الرأي العام الشعبي بيقول كذا في الموضوع الفلاني أو بيقول كذا. هذه قضية ينبغي أن تكون واضحة عند السلطة قبل ما نطالب الصحفيين بأشياء. نعم هناك صحفيين اتكلم عنهم الأستاذ مكر يمتشقون سيوفهم الخشبية الآن ويتحدثون عن عدوان سوف تتعرض له حرية الصحافة، وهي قضية مفتعلة بالفعل. لكن كمان برضو على هذا الجانب هناك صحفيين من الأرازل المتشوشين فكريا، اللي عندهم تشوش شديد في الارتباطات وبيعبروا عن هذه الارتباطات بطرق بالغة الالتواء من خلال رسائلهم الصحفية أو رسائلهم الإعلامية. يبقى على الجانبين احنا لازم نقول لا حاجة في... ونحاول أن نصوغ فهما جديدا عند السلطة وعند الناس وعند الممارسين للمهنة لوظيفة الإعلام في هذه المرحلة.